شبك ليه واقفة؟ يا قعدي يا روحي يا احكي. لمين هذا المكتب؟ هذا مو مكتب، هي شركة. شركتي، شركتي أنا، أكبر شركة إنتاج وتوزيع فني. حلو، كيف يعني شركتك؟ من وين؟ بحياتك ما تعلمتي مني شيء ولا رح تتعلمي. أصلاً لو تعلمتي مني شيء ما كنتي وقعتي هي المرة السوداء مع هذا الشرشوح. اها حلو، معناتها انت نسيتي مين ابي وكيف جبتيني على هي الدنيا. كانت غلطه، وانا دفعت ثمنها 25 سنه من جوازتي بعبد المجيد، وهلا صار دوري انا ولا حرف. بعتقد صار لازم تعرفي تتصرفي وتلحقي القطار. شو هاد اللي عم اسمعه بالحارة؟ ليش سمحت؟ انه تامة ضربته سيارة. ايه طلع من عندنا مو شايف قدامه، قالوا انه ضربته سيارة. رحنا لنشوفه لقيناهن عم بيسعفوه، قالوا ايهم راحوا. لا لا طمنتوا عليه؟ لا لسه، قالوا ايهم لسه ما رجع، ما بنعرف شي عنه. لا حول ولا قوة الا بالله. طمنا كيفه؟ لا الحمد لله مرقت على خير. الحمد لله. اختك وينها؟ بقيت معه بالمشفى. كيف يعني بقيت عنده؟ والله شايف لك ما في حل غير انه يتزوجوا. شو؟ لا تنسى انه كل الناس بتعرف انه اجى خطبها. وبعدين كل اهل الحارة وقت الحادث شافوا قديش هي بتحبه. بابا الله يوفقك، خليهم يتجوزوا. والله مرت اخي ولدت واختي تخرجت من الجامعه. الله يديم مبروك، ان شاء الله الشهادات العليا لاختك. طمنها ان شاء الله بعثوا لك مصاري، بعثوا لك مصروف. لا والله الحال على قد. كنت عايش ملك واللي بدي اياه بيصير. معقول ما كنت حاسس على حالي وانا بالجنه؟ لك معقول شوية استهتار وتعصيب يوصلوني لهون؟ آخ يا مضر، آخ شو عملت بحالك؟ وين كنت وين صرت؟ طارق سكر لي هالإدبار اللي بإيدك وحط عينك بعيني. خير يا أمي. انت وقت أخذتني لعند بوسينة عارفان انه الشرطة جاي تشحطه لمضار؟ هي اكيد عارفان. ليش هيك ساويت؟ اسمعي ماما، انا لما حكمت على سوسن حكمت عليها على اساس الأدلة، مع انه قلبي ما كان مرتاح، بس هلأ الأدلة وإحساسي اجتمعوا سوا ومضر لازم ينال جزاته، ولا لازم عامله معاملة خاصة لأنه ابن العيلة ومعه مصاري. وهي بنت لبوسينة اللي كنت بدك تجوزيني إياها ومفكرتيها ملاك، يمكن ما لا أحسن من سوسن اللي كنت مفكرتيها نار وبدها تحرقني إذا قربت منها. لك حاجة تتاخذوا بالمظاهر يا أمي، حاجة شوفوا الإنسان من جوا يا أمي، من هون يا أمي من جوا. عن إذنك طارق، يكون بعلمك أنا ما رح أسكت على هذا الشيء بنوب. أمو دار بدك تساعده إجباري عنك.